في ناس تسمع كلمه ربنا لكن يتاثروا في ساعتها ومبسوطين منها، لكن يروحوا البيت ترجع ريمه لعادتها القديمه وينسوا اللي سمعوه. فكلمه ربنا اللي سمعوها ما بتثمرش فيهم، ما بتغيرش حياتهم لحياه البر والتقوى، ما بتدفعهمش للتوبه، ما بتديلهمش قرار بعزم القلب انه يسيبوا الخطيه وتتغير حياتهم لمجد المسيح. ليست كلمته ها ثابته فيكم، ايه 38، ليست لكم كلمته ثابته فيكم، ليست لكم يعني كلام سمعوه ما خدوش لنفسهم لكن خدوه لغيرهم. يعني ممكن واحد يبقى قاعد يسمع كلمه مثلا مني اقول للزوجه ما تسمعش كلام جوزها، ده الكلام ده منطبق على مراتي، يبقى الكلمه مش ليه، مش لكم، مش ليه هو، لكن حولها على ايه، على مراته. او الزوجه تسمع كلام على الراجل تقول هتفكر الاصل على جوزي وهي مش ليها هي الكلام، مش ليها هي. مش في ناس بتعمل كده؟ ليست لكم كلمته، يبقى كلمه ربنا بتوصل للناس بس ما بتبقاش ليهم هم، بياخدوها يحولوها على غيرهم فيستفيدوا ازاي. انا اخد صوت ربنا ليا انا، لو انا عايز استفيد من صوت ربنا، عايز استفيد من كلمه ربنا، اخد كلمه ربنا انها رساله شخصيه من ربنا يسوع المسيح ليا. هو عايز مني حاجه؟ قدس بولس يقول لست انت المحتاج الى ايه؟ عبوديتي، بل انا المحتاج الى ربوديتك. احنا المحتاجين له. فلما احس ان انا محتاج فعلا خلاص نفسي، محتاج يبقى ليا مكان عنده في المجد، ومحتاج راحه وسلام حقيقي وفرح حقيقي في الدنيا الزايله ديت، الايام اللي عايشها عايشها مبسوط وفرحان، يبقى اخد كلمه ربنا ليا، ومادام اخدها ليا هتغير فيا، لان كلمه الله حيه وايه؟ وفعاله وامضى من كل سيف. في حد بتغير، تغير الانسان. وياما ناس تابت وتغيرت حياتها بسبب سماعها لكلمه ربنا، ان خدت كلمه ربنا لها هي، فتغيرت حياتها بالكامل وبقى عشان ربنا بقيت ايام غربتهم، وكثير منهم بقوا قديسين وقديسات لان خدوا كلمه ربنا ليهم وثبتوها فيهم، ما نسيوهاش، ما نسيوهاش. انتوا عارفين الانسان اللي بيحب ما بينساش ولا كلمه لحبيبه، صح؟ يعني مثلا لو واحد بيحب واحده، مش واحده، لا الله لا قدر، ما اقصدش واحده يعني مراته، يعني لو يعني لو حد بيحب مراته حبه ليها هيخليه يفتكر لها كل كلمه قالتها، صح؟ ولو واحده برضو بتحب جوزها هتفتكر له كل كلمه حلوه قالها لها، ولا هتنسى؟ ده بتحفظ له كل حاجه، كل حاجه. اما اللي ما بتحبش هتقول له انا هفتكر لك ايه ولا ايه؟ ده انت يوم ما جيت تطلبني جاي ايد ورا وايد قدام. تضحكوا؟ تفتكروا الحاجات دي الوحش؟ ما هتنكد عليه عيشته ازاي يعني؟ ما الكلام، كلمه الله مش ثابته فينا، الكلام مش ثابت، الكلام مش مريح، الكلام مش مشبع. لكن كلام الله دايما حلقه حلاوه وكله مشتهي، كلام الله كله حلو، فناخد كل كلمه، كل حرف. يقول السماء والارض تزول، ذلك الحرف من كلامي لا يزول. انا كل كلمه من كلام ربنا ليا انه رساله شخصيه منه ليا، واخليها ليا انا عشان تبقى ثابته فيا، وافكر فيها واتامل فيها واشبع بيها وهتتغير حياتي. مش هكره حد ابدا ابدا ابدا، مش هيبقى لي اعداء ابدا من نفسي، يعني مش هقدر اكون اعداء. هتحمل اساءات الاخرين مش عشان خايف منهم، لا، عشان حبيبي قال لي كده، قال محتملين بعضكم بعضا في ايه؟ في المحبه. فوصايا ربنا بتقول لي كده، فبفتكر كلام ربنا لي ان ربنا عايزني ابقى زيه، عايزني ابقى مثال، تاركا لنا مثالا لكي ما نتبع اثر ايه؟ خطواته. عايزني ابقى زيه، ونهو في الاخر يقول لك سنصير مثله. يا في المجد والكرامه ربنا هيديها لنا لو كلمه الله ثابته فينا وبناخدها لينا، هتغيرنا وتخلينا مؤهلين لميراث المجد العديد اللي نستعلم فيه. لكن لو سبت كلام ربنا وديته ظهري او ما فكرتش فيه ومسكت في كلام اهل العالم هيحصل لي ايه؟ هيضيعني، صح؟ وهيدخلني في مشاكل، وممكن يفقد لي كرامتي، وممكن بيوت تخرب بعيد عنكم بسبب تمسكنا بكلام اهل العالم وفكر اهل العالم. لكن فكر الله مقدس جدا طبعا، ان هو القدوس البار، وقال كونوا انتم ايضا ايه؟ قديسين كما ان اباكم هو ايضا قدوس. انسان لما بيمشي في طريق القداسه والتوبه
يبقى محبوب من الناس كلها وهو كمان بيحب كل الناس، ما عندوش اي اعداء شخص، اعداء شخصي لي. في الحاله دي هيعيش في سلام كامل وعدم حملان هم، لانه اي مشكله هتقابله، اي ضيقه هتقابله، هيسمع كلام ربنا اللي بيقول له ملقين كل همكم ايه عليه فهو يعتني، طبعا يعتني بيكم طبعا، المهم ده كلام ربنا. لما يبقى ثابت فيا، ما باخده ليا انا، انا هبقى مستفيد جدا. اي تجربه الشيطان هيجيبها لي هعرف ارد عليه من كلام ربنا الثابت فيا. والمثال المجد ادانا نفسه مثل في كده يا احبائي، ازاي لما الشيطان جه يجربه الثلاث تجارب اللي على الجبل بعد ما صام 40 يوم 40 ليله، يقول له انت جهان، لو كنت ابن الله كل هذه الحجاره تصير خبز، ده انت ابن الله هتحولها لخبز، مكتوب. قال له مكتوب ايضا ايه؟ ليس بالخبز وحده بل بكل كلمه تخرج. بيعلمنا عمليا المسيح له المجد، ان كلمه الله لما تبقى ثابته فينا ولينا مش لغيرنا، ماخدين احنا لينا، هتطلع في الوقت المناسب ورد على حروب الشيطان وننجو من فخ ابليس. اما خدوا على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك، مكتوب. انت بتقول لي من المكتوب، طب هقول لك المكتوب بقى. الشيطان يرسل ملائكته يحملونك على ايديهم لئلا تعثر بحجر رجلك. ايه فعلا؟ قال له ايه؟ برافو. قال له لا تجرب الرب، مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. اذا المساله المجد حب ياكد لنا المكتوب في الكتاب المقدس مكتوب علشاننا احنا، مكتوب لينا احنا عشان احنا نعيش بيه ونطلعه في اي وقت ها محتاجين نرد فيه على افكار العالم وافكار ابليس عشان خاطر نقدر نعيش من المسيح المجد. يعني يجي مثلا في بدايه الصوم الكبير كان يجي الشيطان للناس في اول الصوم يقول لا 55 يوم شهرين هصومهم ازاي؟ ده انت عندك وعندك وعندك، انت عندك وعندك وبتتعب وبتشقوا، لا مش هينفع. افطر صوم، افطر صوم من النص، افطر الاسبوعين الاولانيين. هقول لكم لعبه من الشيطان نحاربه من الكتاب المقدس.